بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث عن غزوة فتح مكة. قلنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كعبة أو حرم، وكان على رأسه مغفر. يوم دخل مكة، مغفر يعني خوذة نسميها، أو يعني ما يوضع على الرأس في الحروب، يعني حتى يصد عن الشظايا أو عن الحديد، يعني فتأتي عن طريق القنابل أو أسلحة يدوية. وكان صلى الله عليه وسلم لما دخل قد لبس عمامة السوداء، وكان يستلم الركن في محجنه، محجن يعني العصا، كراهة أن يزاحم الناس، بخلاف اليوم إذا أرادوا يطوفون ما يزاحمون الناس، بل يضربون الناس لأجل تقبيل حجر الأسود. تقبيل حجر الأسود سنة وإيذاء المسلمين محرم، فكان يكره حتى لا يزاحم الناس في طوافه، وأيضا تعليما للأمة الإسلامية. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة، فأذن عليها، فقال بعض بني سعد بن العاص: لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وبعض العلماء قالوا الذي قال يسارا ومن الصحابة يعني. وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام، وكانت تحوط 360 صنما تعبد من دون الله حول الكعبة وفي جوف الكعبة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدما طهر، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعوثا إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي في بها والتي تعبد من دون الله. وقد أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه في 30 رجلا إلى بطن النخلة من ديار ثقيف لهدم العزة، صنم العزة معروف تعبد من دون الله، وصنم مضر وقريش كذلك وكنانة، فهدمها خالد بن الوليد ومن معه، وكان ذلك لخمس ليال بقينا من رمضان، يعني لانتهاء رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى صنم منات في المشلل من ناحية قديد، وهو صنم يعظمه العرب، هذا الصنم كان يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم، فهدمها، وذلك لست بقين من رمضان. وأرسل عمرو بن العاص إلى صواع صنم هذيل فهدمها، وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكانوا ينسمون إلى الله عز وجل البنات قال لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يعني هم كانوا يقولون ملائكة بنات الله، هذه قسمة غير عادلة. واجتمع الناس لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله، فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وهي كانت متنقبة متنكرة رضي الله عنها يوم أحد، يوم فتح مكة عفوا. فلما دنوا منه ليبايعه قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما بايعه بلسانه، قال: أولا تبايعينني على ألا تشركن بالله شيئا
فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال، سنؤتيك. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تسرقنا. قالت: والله إن كنت كانت هي ماذا تفعل؟ كانت تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، يعني هل لا يصرف على أولادي، هل أخذ من ماله أو من جيبه بحيث أصرف على الأولاد؟ فلذلك قال: خذي من ماله ما شئت، ولكن قال بالمعروف. يعني العرف كم تحتاجين للصرف، فجائز أن تأخذين. قالت لما قال: ولا تسرقنا، قالت: والله إن كنت لا أصيب من مال أبي سفيان الهن والهنة، يعني قليل من المال، وما أدري أكان ذلك حلالا لي أم لا، يعني المال كنت أخذ الحلال. فقال أبو سفيان وكان شاهدا، يعني كان واقفا هنا لما تقول: أما ما أصابت فيما مضى فأنت منه، ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل، يعني ما أخذته فيما مضى حلال زلال عليك. طيب، والآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة، يعني أنت بنت هند بنت عتبة المتنقبة غير كاشفة وجهها. فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف، عفى الله عنك. قال: ولا تزن. قال: ولا تزنين، يعني لا ترتكبين أيضا، أن تبايعين يعني على ألا ترتكبين الفاحشة. والله جواب، كانت لها جواب من أعظم الأجوبة. قالت: وهل تزني الحرة؟ كان مع متعارف عندهم الإماء والعبيد يزنون، أما الحرة لا تزني، حتى في الجاهلية الحرة لا تزني. لو كانت في عصرنا هند بنت عتبة ماذا تقول على المومسات، على الزانيات من المسلمات؟ أسأل الله يستر عوراتنا، أسأل الله يحفظنا وإياكم. قالت: وهل تزني الحرة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، احنا ربيناهم وانتم قتلتموهم، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر رضي الله عنه من هذا الكلام، من قولها حتى استغرب. قال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت: والله إن إتيان البهتان قبيح، ولبعض التجاوز أمثل، يعني حتى البهتان عندهم شيء قبيح في الجاهلية، افتراء والكذب عندهم عيب لا يليق بالإنسان. انظر من المسلمين كم يكذبون، كم يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يفتري على الصحابة، وسواء قصدا أو بغير قصد، أو كذبون على الناس، على أمهاتهم وآبائهم وأصحابهم. شوف، حتى قريش وهم في الجاهلية يرون الكذب عيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعصينني في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن. في رواية أن يعني هو عمر يبايع بدل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فبايعون عمر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس امرأة لا تمسه إلا امرأة أحله الله له. وفي رواية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، صحيح البخاري، كان يبايع النساء بالكلام، يعني قد بايعتكن، لا يشترط يعني مبايعة أن تكون باليد للنساء، فكان يبايع كما في الصحيح وصحيح البخاري بالكلام، وجاء في صحيح البخاري مسلم وما مست يده يد امرأة أجنبية. اليوم يعني مصافحات بين النساء والرجال أجنبيات حدث ولا حرج، نحن نتكلم عن أصحاب المساجد لا نتكلم على فاجرات. والله فلان أفتاني فلان أفتاني، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى حمراء أو زيد أو عبيد. وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم، بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. وقد روى البخاري في صحيح من حديث عمرو بن سلمة اليرمي قال: وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يقولون انظروا، فإن ظهر يعني غلب عليهم فهو صادق، وهو يعني رسول الله وهو نبي. فلما جاءتنا وقعت الفتح، يعني لما فتح مكة صار، بادر كل قوم بإسلامهم. وكانت هذه النظرة لقريش، لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل مناصبة الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما افتتحت مكة ودانت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته أثناء إقامته بمكة، خطب، مجموعة من الخطب، عدة خطب بيّن فيها أمورا وأحكاما مختلفة. ففي الخطبة الأولى مثلا التي كانت على باب الكعبة، بيّن دية الخطأ، يعني قتل الخطأ وشبه العمد، قتل شبه العمد، هناك خطأ وشبه العمد وعمد، وألغى مآثر الجاهلية وتأثراتها، واستثنى من أمور الجاهلية سقاية الحاج، يعني الذين يسقون الحجاج ليومنا هذا موجود، ورفادة كذلك، يعني إطعام الحجاج مجانا، وسدنة البيت، يعني خدمة البيت، بيت تغيير الكسوة وغسل وتطيب وغير ذلك. وأعلن في الخطبة الثانية: ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيد إلا شدة، ويعني مجموعة يحالفون مع مجموعة ضد المسلمين وهم مسلمون، حلف فلان حلف فلان، الإسلام ما عندنا، كلنا على رجل قلبي رجل واحد، والمؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أذنهم ويرد عليهم أقصاهم، أو يرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قاعدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، يعني واحد كمؤمن قتل كافر لا يقتل، لكن نعطي دية، يعطى دية، يقتل الكافر كم؟ نص دية المسلم، يعني 50 ناقة، واحد كمسلم قتل كافرا بالخطأ لا نقتص منه، لكن نوبخه ثم نعطي للكافر أو أهل كافر نصف دية وهو 50 ناقة، أو يقدر بالمال. ونهى عن الجلب، وقال لا جلب ولا خبب ولا تؤخذ صدقات إلا في دورهم. الجلب قال لا جلب ولا خلب، ما معنى لا جلب ولا خلب؟
الجلب أن يأتي الرجل بمن يصيح على فرسه، يرفع صوته ويزجره حثا له على الجري حتى يسبق الآخر، والخبر أن يسابق الرجل على فرسين، يركب الأول فإذا فتر وضعف نفذت طاقته تحول إلى الثاني. نعم. وأعلن في الخطبة الثالثة تحريم مكة، تحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، يعني الذي يجد في الحرم مال لا يجوز أن يأخذه، إما يأخذ يعرفه إما لا يجوز أن يأخذها، وتحريم القتال فيها إلا من قاتل أهل مكة، فهنا يجب أن يقاتل. وقال إن الله عز وجل أحلها له ساعة من النهار، يعني حلال ساعة، أي ساعة كان وقت فتح مكة هذا الوقت فقط حلال قتال، ثم رجع حرمته إلى قيام الساعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطوة لا هجرة بعد الفتح، قال ولكن جهاد والنية، يعني يبقى الجهاد والنية، لأن فتح مكة أصبح ديار المسلمين، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد ولم يبايعهم على الهجرة. وبين في الخطوة الرابعة أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني واحد قتل واحد هو بالخيار، إما يأخذ دية وإما يأخذ القصاص أو الأصل. نعم. هناك بعض الفوائد والأحكام والدروس والعظات نستفيد من هذه الغزوة، غزوة الفتح، وبعضها ذكرنا وبعضها نذكره. جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، وقد أفطر صلى الله عليه وسلم عندما بلغ كديت كما ذكر في السير. وأيضا يستفاد من هذا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى 8 ركعات خفيفات، 8 ركعات اختلفوا العلماء، هل لما دخل مكة هل صلاة الفتح هذا أم صلاة الضحى؟ فبعضهم قالوا هذه صلاة الضحى أصلا لا يوجد هناك صلاة الفتح، وبعضهم قالوا صلاة الفتح. وأيضا إن أحق المصلين بالإمام أكثرهم حفظا للقرآن، جاء في حديث عمرو بن سلمة كان هو صغير لكن قدموا إماما لأنه هو الذي أقرأكم كتاب الله، كما في البخاري يا أم قوم أقرأكم كتاب الله، سواء يعني من الصبيان أو الكبار. كذلك قصر الرباعية، صلاة قصر، القصر ثابت والجمع ثابت، أما الجمع فيجوز جمع الصلاة للحاضر والمسافر، أما القصر للمسافر ثابت حتى يرجع من سفره، ليس له تحديد يوم معين أو شهر معين، لو نوى أن يسافر ثم يعود إلى بلد لو جلس السنة حتى يجوز له أن يقصر، طبعا إذا صلى وحده، أما إذا صلى في المسجد لا بد أن يتم، لأن جعل الإمام يؤتم به، فأربع ركعات إمام إذا صلى لا بد 4 ركعات تصلي، أما إذا صلى في بيته فيجوز القصر والجمع، يعني صلاة رباعية تقصر، يعني مثل الظهر والعصر والعشاء، وتجمع كذلك الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض والفجر على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، يعني لو بقي أكثر من ذلك لقصر، وأيضا في غزوة تبوك 18 يوما لو بقي، وكذلك ابن عمر في أذربيجان حبسه الثلج، يعني منعه للرجوع إلى المدينة، فجلس 6 أشهر يقصر وناوي الرجوع لكن لا يستطيع. كذلك مسلوق بن جدعان أحد التابعين، كبار التابعين، قصر في الشام 2 سنين
لا تحديد له ما دام ناوي الرجوع. أيضا يستفاد من هذه الغزوة إقرار أمان وجوار النساء، حيث أمضى صلى الله عليه وسلم جوار أم هانئ للرجلين من أحمائها. أم هانئ تعتبر بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا مسألة تحريم زواج النكاح المتعة، حرم في الفتح إلى الأبد. اختلف العلماء هل حرم في الفتح ولا حرم بعد الخيبر، متى حرم بالضبط؟ بعضهم يقولون بأنه حرم في الخيبر ثم بعد الفتح إلى أن تقوم الساعة، مرتين حرم ثم أحل ثم حرم. بعضهم يقولون كابن القيم يقول أن المتعة لم تحرم يوم الخيبر، وإنما كان تحريمها فقط يوم الفتح. وله نقاش مناقشة طويلة ابن القيم يتكلم، لأن يوم الفتح حرم. وأيضا يستفاد من هذا هذه الغزوة قرر صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر أو للعاهر الحجر. ما معنى الولد؟ الولد الفراش. أول فائدة، ما هي قصة ذكرناها، قصة حديث ابن وليدة زمعة ابن زمعة، فقد تنازع في سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة، فقضى صلى الله عليه وسلم عبد ابن زمعة لأنه ولد على فراشه فراش أبيه. الولد لفري، يعني الولد إذا غير معروف أبوها أبو أو رجل زنى بامرأة مثلا والعياذ بالله، فالولد تابع للأم، الولد للفراش، والأم يطلق عليه فراش، يعني لأنها تفرش، فتابع الولد للأم غير تابع للزاني والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. وللعاهر أي الزاني الحجر، الحجر لا معنيه، المعنى الأولى العاهر يعني الزاني الخيبة والخسارة، ما ينال إلا الخيبة والخسارة والإثم. والمعنى الثاني الحجر، وهو رمي بالحجر حتى إذا كان محصن، طبعا محصن يقتل يرمى حتى الموت. كذلك في هذه الغزوة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح قائما بين زوج المشرك والزوجة المسلمة، بشرط إذا أسلم الزوج، يعني مثلا نقول إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، إذ أسلمت زوجتهما قبلهما ثم أسلم قبل انقضاء عدتيهما. يعني لو كان كندي أو كندية أسلمت، فلا بد هذه الزوجة تفسخ العقد، فلا بد أن تغادر هذا الرجل، لأن الرجل المرأة المسلمة لا يجوز أن تكون تحت الكافر حتى لو كانت كتابية، كان كتابية، فتفسخ هذا العقد. لكن المرأة هذا لا يجوز لها أن تتزوج مع امرأة حتى تنتهي من عدتها، وعدة المرأة إذا كانت معتدة مثلا عدتها ثلاثة حيضات أو ثلاثة حيض. إذا كانت أيسة ثلاثة أشهر، الشهر ثلاثة أشهر، أما إذا كانت معتدة ثلاثة حيض، فلا بد تعتد ثلاثة حيض حتى تتزوج مع رجل آخر. فإذا ما أنت قبل ما تنتهي وقبل ما تخرج من عدتها، زوجة الأول أو الكافر أسلم، يقر على عقد القضية، ما يحتاج لا عقد يعمل ولا يقر على عقديهما القديم وترجع لزوجها. وأيضا
في هذه الغزوة سعد بن أبي وقاص مرض وأصيب، يعني كانوا في سكرات الموت، أراد أن يوصي جميع ماله. النبي صلى الله عليه وسلم إنها قال أوصي نصفنا شطر ماله، قال لا لا توصي كل ماله، قال الثلث، قال والثلث كثير، فلا يجوز أكثر من ثلث أن يوصي لغير ورثة ولا لورثة. الورثة أصلا لا وصية للوارث كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لو وصت أو وصى سواء الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة لأولادهم مثلا، وصت لورثة أو وصى لورثة، فهذه وصية لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول يكون ثلث أكثر شيء، وإن كان ربع أفضل، خمس أفضل، الأرقام كلما زادت فلوس تنقص. لا يكون مثلا نصف، لابد يكون ثلث أو الربع أو الخمس أو السدس. الشرط الثاني موافقة الورثة، إذا ما وافقت الورثة لا يجوز أن يرث، أما للغريب يجوز أن يرث من غير موافقة الورثة، لكن لا يتجاوز الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال سعد بن أبي وقاص والثلث الكثير. نعم، أيضا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة عيالها بالمعروف، يعني بالعرف دون علمه، يعني علم الزوج، بشرط إذا امتنع عن النفقة، كما في خبر هند بنت عتبة ذكرنا هذا. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والأصنام في هذه الغزوة. بعض الناس يقولون بيع الخمر أنا ما أشربه، تشرب أو تبيع، وفي وأيضا بيع الخنزير كذلك في هذه الغزوة حرم بيع الخنزير، فهذه كلها سواء بعتها واشتريتها أو دليفري عملتها كلها محرمة، يعني توصيل للناس كلها لا يجوز، سواء خمر أو الميتة أو الأصنام أو الخنزير. أيضا في هذه الغزوة جاءنا حكم خطاب الشيء بالحناء أو الصفرة، يعني وتحريم خضابه بالسواد، كما في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أمر صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه، يغير شيبته، ومن حكمة ذلك أنه مخالفة، أنه مخالفة لليهود والنصارى. وأيضا استفاد من هذه الغزوة النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفع الإيمان. جاءت في قصة بعض الأحكام لم نذكرها، لكن قصة في وقعت قصة امرأة من قبيلة المخزومية، من قبيلة المخزوم، سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها، ثم توصلوا إلى أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لي قال قريش نتكلم مع أسامة بن زيد، حتى كانوا يقولون أسامة بن محمد صلى الله عليه وسلم، يظنون هكذا، يظنون بأنه ابنه حقيقي لكن ليس ابنه، فجاء يتشفع. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يعني لا تقطع يدها، قال إنما أهلك، قال تشفع حد من حدود الله يا أسامة؟ قال إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف يعني الغني تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الفقير أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. هذا هو الحكم، ما لم يصل إلى الولي الأمر أو القاضي
يجوز الشفاعة، أما إذا وصل القاضي أو رئيس قضاء، لا على يسموه رئيس القضاة، فإذا وصل لا يجوز الشفاعة. ما لم يصل إلى رئيس القضاء الأعلى يجوز الشفاعة، لأنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة، قتل المرأة ما دامت لا تقاتل في القتال، كما جاء في قصة رأوا امرأة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة يوم الفتح، فقال ما كانت هذه تقاتل. جاء النهي عن قتل النساء والصبيان أيضا مطلقا. قال في بعض الوصايا كان يقول اغزوا في سبيل بسم الله، اغزوا في سبيل الله، لا تقتلوا وليدا، يعني أولادا، لا يجوز قتل الأولاد ولا النساء إلا المرأة إذا شاركت في الحرب الخطط وكذا، ولا تقتلوا مسنا أو شيبا، ولا تقتلوا رجلا منعزلة في صومعته، يعني كافر منعزل ما له دخل مشغول بعبادته لا يجوز قتله، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا حجر. هذه كلها منهية، والناس يفجرون ويقتلون أبرياء ويقتلون النساء والأطفال ثم ينسبون على الإسلام، والإسلام بريء منهم ومن فعلهم. أيضا إبداء الرسول صلى الله عليه وسلم تقديره لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك عندما أتى أبو بكر بأبيه يقوده وهو كان كثيف، أبي قحافة كان كثيف لا يرى، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال هل أتاك الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه؟ انظر كيف قدر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، يعني أبي قحافة، لأجل ابنه أبو بكر، وهو عبد الله، اسمه عبد الله رضي الله عنه. ثم قال أبو بكر يا رسول الله رضي الله عنه، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إلي أنت. انظر جواب أنيق وجواب يعني مرتب. ثم أجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال لو أسلم، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه. أيضا جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد العمرة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وعلى رأسه مغفر بغير إحرام، فجائز إلا عند الأحناف لا يجوز، عند الجمهور جائز، جمهور العلماء كالمالكية والشافعية والحنابلة. أيضا يستفاد أن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتل مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح تركه، أو وجدت علة مانعة، كما ذكرنا في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل لقريش خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم قال لما فعلت هذا، وذكر له عذر. يعني أيضا يستفاد من هذا جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، كما في قصة المرأة التي كانت تحمل رسالة حاطب، وموقف علي رضي الله عنه والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما قالوا إذا لم تخرج الرسالة لنجردنك من ثيابك، فخافت فأخرجت من عقدها، كانت حاطة تحت شعرها. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لما فعلت حاطب وعمر ماذا قال؟ قال دعني أقطع عنق هذا المنافق. استفاد من هذا أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق أو والكفر متأولا، لأن عمر لما قال هذا منافق لأنه فعله خطأ،
فعله نفاق ظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه لأنه له عذر شرعي وقبل منه. عمر غضب لله ولرسوله ولدينه لا لهواه ولحظه، فإنه حضيض يعني حضيض النفس، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله لما فعلت، قال ليس لأحد أن يحمي أهلي، فعلت هذا حتى يحمون أهلي. أيضا جواز قتل المرتد الذي تغلظ ردته من غير استتابة، كما في قصة ذكرناها عبد الله بن أبي صالح. هناك أحكام الهجرة، تكلمنا عن الهجرة في دروس مضى. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.